تخيلي انا عنصر اطفاء يجي اتصال على المركز قال له والله انا ما قبضت معك يعني العالم تموت. اذا بيجي اتصال في دائما حدا عم يرد على الاتصال. ممنوع. فيني اجرب هلا اتصل اذا شوف اذا في جهود. 175 ال 175 هو عادة بيرد عليه مركز معين بلبنان او في ليكي هو حسب التقسيم الجغرافي لمقسمتها اوجيرو بيروت ضمن بيروت الإدارية طرابلس ضمن طرابلس يعني طرابلس عندها غير رقم لا 175 بس أطفال الضاحي بفتكر 1290 بس ما بترد طرابلس بترد بيروت إذا اتصلنا يعني هلأ أنا رح أتصل 175 هلأ شوف بيرد علي مفروض فوج أطفاء بيروت أول شيء لأنه هون على الخط البحر وإذا في شيء مشكلة أو بطرابلس أو بغير مناطق بيقولوا بيعطوك بيحولوه أو بيساعدوك يلا هيا أتصلي عبر الأرقام الخاصة يعني ردوا بتخزلونا ما فتح طيب خلينا نشوف من عندك نقيب هذا الألفة ما أخذ لو أخذ تفتح المكنة دغري بفوج أطفاء بيروت يعني في مشكلة دجا هاي مشكلة لا. هلأ لا عندي رد ولا عندك رد أنت خارج بيروت نحن كفوج أطفاء طيب بيروت. نقيب أنا مش عم بحكي بس عن بيروت عم بحكي في صار مشكلة أنا بنقطة جغرافية بلبنان قلت لي طلب 175 أقرب شيء عليك لازم يرد أنا هذا البعض يعني أنت بجوني لنقول في أطفاء أو دفاع مدني بجوني برد لي بجوني بطرابلس برد لي بطرابلس ببيروت برد لي بالمتن أنا يعني بمنطقة مثلا حد بيروت بالنص دفاع المدني لازم يرد ما رد ما فتح حدا هلا طيب. في غير هذا الخط في ال 445 ألف شو هو اللي هذا؟ كمان هو لفوج أطفاء بيروت اللي احنا كمان بنعممه مع ال 175 إذا في حال هذا الموضوع تعطل صفر شو هيدا؟ صفر واحد 445 أو بضع على تليفون الخاص مين رئيس الفرقة من 445 يلا قول بس يعني هيدي صار بدها كامبين صار بدها حملة لتوعوا مدينة بيروت عدة لطلب النجدة ترقيم الصفر واحد اثنين ليه حول أربعة ألو مرحبا اهلا يعطيك العافيه يا هلا انتوا جاهزين اذا في حريقه هلا اكيد بس نحن ما عندنا حريقه نحن من قناه الحره عم سجل حلقه وبدي لكم يعطيكم العافيه الله يعافيك انت وكل الشباب وخليكم بالهمه شكرا كثير الله يخليك ثانك يو شكرا ميرسي